الان مشاهدينا مع فقره الشيف مع الشيف محمد الشعراوي. حياك الله يا شيف. حياك الله يا نور. اهلا وسهلا. اهلا بك يا سيدي. ايش مجهز لنا اليوم؟ النهارده عندنا مكرونه بالبولونيزا ومعنا سلطه خضار. طيب بس استاذنك نطلع فاصل ونرجع لك يا شيف. الله ان شاء الله. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين النهارده في يوم جديد مع برنامج حياتنا. النهارده زي ما استعرضنا في الاول هنعمل النهارده المكرونه، هنعمل طاجن مكرونه باللحمه مع الخضار، وهنعمل معاه سلطه، والسلطه النهارده سلطه جديده بتاعتنا. هنعمل سلطه الحمص اللي هو الحمص الاسمر مع التين اللي هو المجفف. حلقتنا النهارده مميزه، تكتبوا المقادير والوصفه والطريقه النهارده هتكون سهله وبسيطه. اول شيء النهارده هنبدا فيه هنعمل الصوص بتاع المكرونه، وهنعمل اللحمه بتاعتنا اللي احنا هنبدا نحطها في الاناء او في الطاسه بتاعتنا. هنضيف بس كميه من الزيت، حوالي معلقتين من الزيت او ثلاثه، نسيبهم يحمصوا شويه، وبعدين نشوف الطريقه او الخطوات اللي احنا هنعملها ونقول المقادير بتاعتنا. الطريقه النهارده بتاعتنا سهله وبسيطه وفيها حاجات جديده هتشوفوها النهارده معانا من خلال القناه الاولى من التلفزيون السعودي برنامج حياتنا. اول شيء ضفنا حوالي 3 معالق من الزيت، وبنضيف معاهم كميه من البصل، والبصل بتاعنا حوالي معلقتين من البصل، ونتركهم على النار ونعلي عليهم شويه النار عشان يحمسوا معانا. ومعانا حوالي معلقه كبيره من الثوم المفروم، كميه الثوم شويه كتيره مع الطاجن او الطبق بتاعنا النهارده. ضفنا في الاناء الثاني، نبدا برضو نعلي شويه النار على الاناء بتاعنا. ونضيف كمية من الزيت برضو، والزيت بتاعنا النهاردة اللي احنا استعملناه في البسطة او المكرونة النهاردة الزيت بتاعنا زيت زيتون، طبعا حاجات من الاكلات الايطالية دايما زيت الزيتون بيبقى مميز في الاطباق بتاعتنا بتاع البسطة. ضفنا كمية من البصل، معلقتين من البصل، معاهم معلقة من الثوم، وكمية من الزيت حوالي 3 معالق او 4 معالق من الزيت، ونتركهم على النار يحمسوا. وضفنا حوالي معلقتين من الزيت، والزيت زي ما قلنا زيت الزيتون. هنضيف حوالي نص كوب من البصل المفروم، وهنقلب ده شوية ونعلي برضو النار عليه. دايما البصل بتاعي بكون ضيفه في كمية من الزيت زي ما قلنا زيت الزيتون. نعلي نشوف النار شوية، دايما درجة الحرارة تكون مناسبة عشان تدينا وقت كافي عشان نخلص نقدر نقدم لكم طبقنا النهارده. ضفنا البصل، هنسيبه شويه في الاناء بتاعه، وهنشوف مقادير او نقول مقادير السلطه اللي هتكون معانا النهارده، ونقول بقيه مقاديرنا في طبق المكرونه او طاجن المكرونه اللي هو في الفرن. معانا حوالي نص كوب من الفلفل الاحمر للسلطه، ونص كوب من الفلفل الاخضر، ونص كوب من البقدونس، حوالي نص كوب من التين اللي هو المجفف. التين ده فوائده كتيره ولذيذ وطعمه شهي في السلطه النهارده. ومعانا حمص، والحمص بتاعنا او العدس اللي هو عاملينه العدس الاسمر بالجبه، ده العدس ده مميز في السلطه النهارده. معانا معلقتين من العسل الابيض، وثلاث معالق من الخل، وثلاث معالق من عصير الليمون، ورشه بسيطه من القرفه، ورشه من الفلفل الاسود، وحوالي 3 معالق من زيت الزيتون. دي كلها وصفات او كل دي مقادير السلطه بتاعتنا. وزي ما قلنا معانا البصل بتاعنا على النار، ومعانا هنا الطاسه الثانيه فيها البصل والثوم اللي هنعمل فيه الصوص او الصوص بتاعنا اللي هنقدر نقدمه معاكم. نقلب البصل بتاعنا، وعانا حوالي نص كوب او 300 جرام من اللحمه المفرومه.
بنخلط اللحمه المفرومه مع البصل او الثوم مع بعضه، ونبدا نغير كل المقادير بتاعتنا او الوصفات بتاعتنا زي ما قلنا من الوقت للتاني. ضفنا اللحمه المفرومه مع البصل، وضفنا معاه كل تتبيله. كمرة جايبه لنا الخلطه بتاعتنا او الوصفه اللي احنا عاملينها النهارده. و بص على الطاسة بتاعتنا، نشوف النار تكون درجة حرارة مناسبة، وفي اللحمة بتاعتنا هنضيف عليها حوالي ربع معلقة من الفلفل الأسود، رشة بسيطة من القرفة، وحوالي نص معلقة أو ربع معلقة من الملح. دي مقادير اللي انا ضفت عليها اللحمه اللي احنا عملناها. شايفين دي شكل اللحمه، اكيد مخرجنا النهارده مميز وجايب لنا الوصفات او الخطوات واحده واحده. ونبص على البصل بتاعنا اللي هو مع الثوم، معلقتين من البصل اللي قلنا عليهم مع الثوم، ونقلبهم برضو معاكم. مش محتاج اللي هو يتحمر، بس يحتاج ان هو بس ياخد اللون اللي هو الكراميل شويه او اللون الذهبي شويه. نقلبه من الوقت للتاني، ومعانا اللحمه بدات تخش في السوى، ونقول بقيه مقادير المكرونه اللي احنا هنعملها النهارده. من الحاجات المميزه دايما انا بقول عليها ان انا ما عاوز اكل مكرونه، بنخاف منها لان تتخن. المكرونه دايما اتاكد من موضوع ان انا مش مجرد ان انا احطها في ميه على النار وتستوي او اسلقها في الميه يبقى انا كده عملت المكرونه، لا، المكرونه لازم اتاكد من موضوع السلق بتاعها، لان موضوع السلق بتاعها بيفرق معايا اذا كنت عاوز اكل مكرونه وما تخنش او ما اخافش ان انا اكل مكرونه على طول في اي وقت اكل مكرونه. يبقى دايما اراعي ان انا ما بسلقها ما بسلقهاش كامل، يعني حوالي 7 دقايق من 8 دقايق في النار تكون مسلوقه، وهي تكون دراي ما تكونش مسلوقه كتيره عشان تكون فيها مش واخده كميه ميه او سائل كتيره عشان تكون مسلوقه بطريقه صحيحه وسليمه. نقلب البصل، تبدا الطاسه بتاعتنا مع البصل، نقلب اللحمه بدات تاخد في السوى، ونعيد بصفات او المقادير بتاعتنا. هنضيف مع البصل واللحمه بتاعتنا هنضيف حوالي 3 معالق من الجزر اللي مقطعينه صغير، حوالي نص كوب من الفاصوليا الخضراء المسلوقه ومقطعينها مكعبات صغيره، بنضيف للقيمه الغذائيه اللحمه والياف كتيره عشان يبقى اللحم الطبق بتاعنا فيه كل العناصر اللي انا محتاجها. شايفين شكل اللحمه بتاعتنا، تغيير، ضفنا شرائح الجزر وضفنا قطع الفاصوليا الخضراء عشان يبقى الطبق بتاعنا مميز وكل العناصر اللي انا محتاجها، او زي ما يكون طبق كامل فيه كل الحاجات. نقلب البصل مع الثوم، زي ما قلنا مش محتاج ان البصل بتاعي يحمر اكتر من اللازم. أراعي إن أنا
اقلب اللحمه بتاعتي عشان تاخد من الجوانب بتاعتها والبهارات اللي احنا ضايفينها فيها. ومعانا في المكرونه او الصوص بتاعنا اللي احنا هنعمله في المكرونه، بجيب حوالي حوالي 300 جرام من الطماطم، بضيف عليهم معلقه من صلصه الطماطم، يعني حوالي 50 جرام او 70 جرام من صلصه الطماطم على 3 حبات من الطماطم، وضفناهم في الخلاط او في المفرمه وضفناهم على بعضه عشان دايما الطماطم ما بتدينيش اللون اللي انا محتاجه في الصلصه او الشكل، بضيف المعلقه الصلصه عشان تعزز اللون وتدي نكهه وطعم مختلف. في الوقت ده ممكن اضيف الصلصه بتاعتي عشان انا مش محتاج اكتر من كده زي ما قلنا. محتاج اكتر من كده ان انا اضيف احمر البصل بتاعي زي ما قلنا ان احنا عاوزينه يدبل بس ياخد اللون اللي هو زي الكراميل عشان يديني طعم مميز واحس بطعمه اثناء وانا بتذوق الطبق. اضيف كميه الصوص بتاعي زي ما قلنا، دي طماطم فريش مع معلقتين من صلصة الطماطم ضربناهم مع بعض في الخلاط يدوني اللون والشكل والطعم المميز اللي أنا محتاجه. مش محتاج أكتر من كده. بضيف على الصلصة بتاعتي ديت حوالي نص معلقة من الفلفل الأسود، بضيف رشة من الملح حوالي نص معلقة من الملح ورشة بسيطة من السكر عشان تديني طعم مختلف للطبق. رشة بسيطة من السكر مع صلصة الطماطم مع الملح مع الفلفل واترك ده على النار شوية. دايما بنضيف حاجات بسيطة من الزبدة أو السمنة مع الطبق بتدي طعم مختلف وبتعزز الطعم بتاعي. هنضيف بس حوالي نص معلقة صغيرة من الزبدة، مش كتيرة، بتعزز الطعم بتاعي وبتديني طعم مختلف ومميز. ونترك ده شوية على النار بس تجانس كل الحاجات اللي احنا ضايفينها فيها البهارات والملح والفلفل والسكر مع الثوم والبصل. تخيلين الطعم انتم هيكون مختلف ومميز معاكم. ونقلب اللحمة بتاعتنا خلاص، تقريبا اللحمة استوت. ومعانا بقية طبقنا النهاردة هيكون معانا شرايح من الزيتون، شرايح من الزيتون ومعلقتين او 3 معالق من البقدونس وحوالي 200 جرام من الجبنة المبشورة، ممكن تكون جبنة موزاريلا على حسب انا عاوز اضيف جبنة ايه. اللحمة تقريبا خلاص اكيد مخرجنا جايب لنا شكل اللحمة، اللحمة خلاص تقريبا مستوية تماما مع كمية الخضار اللي ضايفينها فيها. ونجيب المكرونة بتاعتنا بس لو محتاج شوية من السائل بس عشان نبدأ. دي شكل المكرونة، اكيد المخرج جايبنا احنا سالقينها زي ما قلنا 7 دقايق او 8 دقايق في المية عشان تكون قدنتي وما تكونش مستوية زيادة عشان احس بطعم المكرونة وتبدأ تتشرب من السوس بتاعي اللي احنا هنضيفه عليها. دي شكل المكرونة اللي احنا هنبدأ نقدمها معاكم النهاردة، ونشوف الطريقة اللي هنقدم بيها، طريقة هتكون مختلفة ومميزة معاكم.
خلينا نجيب الطاجن اللي احنا هنعمل فيه. دي الطاجن بتاعنا، هنضيف رشة بسيطة من البابريكا على الصلصة بتاعتنا، لو حاسس ان انا محتاج شوية من الملح بضيفهم رشة بسيطة برضو. شايفين شكل الصلصة زي ما عملناها بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، ونقلب اللحمة تاني. تماما كده الطبق بتاعنا يعتبر جاهز. هنبدأ نشوف الطبقات او ازاي هنبدأ نعمل الوصفة بتاعتنا معاكم. بنضيف شوية من الصوص في اسفل الطاجن، تقريبا حوالي 3 معالق من الصوص، وبضيف عليهم كمية من المكرونة، كأني بعمل مكرونة بشاميل بس بدون بشاميل وبخلطة جديدة او بشكل جديد وفكر جديد. بضيف عليهم معلقتين من الصوص. شايفين شكل الصوص بتاعنا مع المكرونة هيدي طعم ونكهة مميزة ومختلفة. وبجيب اللحمة بتاعتي، بضيف كمية اللحم، فكرة جديدة وبسيطة وسهلة. بضيف كمية اللحمة اللي احنا عاملينها، خلاص مش محتاج ان انا اخليها على النار، وبرضو بضيف عليها كمية من الصوص، واجيب شرايح الزيتون الاخضر بيدي طعم مختلف ومميز مع طبقنا النهاردة. طبقنا النهاردة طبق ايطالي، الزيتون وزيت الزيتون والبسطة والمكرونة، شوية من الجبنة الموزاريلا. وممكن اعيد برضو اعمل طبقة بسيطة تانية مش كتيرة، بحيث ان انا ادي للطبق بتاعنا شكل مختلف. نضيف شوية من المكرونة مش كتيرة، بس مش كتير. بجيب الصوص بتاعي، ببدأ أضيف عليه شوية من الصوص. كمية الصوص زي ما قلنا تكون كمية محترمة، عشان هو ده اللي بيدي طعم مختلف ومميز معانا. تقريبا بضيف كل كمية الصوص اللي احنا عاملينها، زي ما قلنا حوالي 3 حبات، يعني حوالي 500 جرام من الطماطم، عليهم معلقتين من صلصة الطماطم ضربناهم في الخلاط او فرمناهم في المفرمة، ونضيف شرايح الزيتون. ونجيب شوية من البقدونس اللي احنا قلنا عليه. اتاكد ان انا وزعت البقدونس بتاعي على حسب شكل او حجم الطاجن. نغير بس بسرعه عشان نبدا نقدم لكم طبقنا النهارده الثاني اللي هو طبق السلطه. طبق السلطه تقريبا مش هياخد معانا وقت، كل حاجه جاهزه، بس نبدا بس ندخل ده شويه الفرن ونقدم لكم الطبق الثاني اللي احنا معاه يكون معانا النهارده، اللي هو زي ما قلنا سلطه الحمص مع التين المجفف اللي هو طعمه مميز ومختلف. بوزع كمية محترمة من الجبنة عشان تبدأ تدوب وتديني شكل مميز، أقدمه على السفرة كأني بعمل بيتزا، كأني بعمل مكرونة بشاميل، على حسب انتوا عايزين تسموه الطاجن بتاعنا النهاردة هيكون ايه. مدخل الفرن، ده مش تاخد وقت كتير في الفرن، تقريبا كل حاجة جاهزة معايا وكل حاجة مستوية، بس نشوف
بقيه طبقنا النهارده، نشيل الحاجات الزياده ونبدا نعمل لكم بقيه الاطباق الثانيه. بس نشيل الحاجات الزياده. زي ما قلنا هنجيب كل الحاجات بتاعتنا اللي قلنا عليها، نص كوب من الفلفل الاحمر، الفلفل الاخضر، ونجيب زي ما قلنا الحمص او العدس اللي هو الاسمر، والتين اللي قلنا عليه بعد ما ضفناه في الميه وقطعناه. طبعا كلنا عارفين التين المجفف. بضيف كميه البقدونس، وبجيب بوله تانية وببدا بعمل الصوص بتاعي اللي قلنا عليه، رشه من القرفه، رشة من الفلفل الأسود، وثلاث معالق من عصير الليمون، ثلاث معالق من الخل، وحوالي معلقتين أو ثلاث معالق من زيت الزيتون، رشة بسيطة من الملح. كل ده الصوص أو الدريسن اللي أنا هضيفه على السلطة بتاعتنا. ببدأ أقلب الصوص بتاعي، أخلطه مع بعضه عشان ده اللي هيعمل لي شكل وطعم مميز. اصب كل كمية الصوص بتاعي اللي احنا عملناها، وببدأ اضيف معلقتين العسل، وببدأ اقلب كل ده مع بعضه. اتاكد ان كل ده تجانس مع بعضه. زي ما قلنا مش محتاج وقت كتير، يعني تاخد حوالي 10 دقايق بعد ما اقطعها كلها، بتاخد حوالي 2 دقيقة عشان ابدا اجهزها. يعني ممكن تكون حاجه كلها جاهزه مع بعض، وببدا قبل المائده ما تبدا ببدا اخلط المقادير كلها على بعضها. سلطة مميزة، مختلفة، جديدة. بص على الطاجن بتاعنا في الفرن، زي ما قلنا مش محتاج وقت كتير، شوية بس في النار. هنجيب طبق التقديم بتاعنا، زي ما قلنا ما خدتش وقت كتير، كل حاجة متقطعة وجاهزة معايا. العدس سلقناه، و التين ضفناه في كمية من المية شوية وغسلناه، وبعدين قطعناه قطع مكعبات. نبدأ نوزع كمية السلطة، تقريبا تكون جاهزة معايا. دايما في القناة الأولى من التلفزيون السابق بنعمل لكم أفكار وحاجات مميزة وحاجات جديدة، وفي نفس الوقت ما تكونش فيها تكلفة عالية أو ما تكونش المواد بتاعتها متوفرة. بالعكس، كل شيء متوفر عندنا وموجود، بس احنا بس علينا ان احنا نشوف او نتابع البرنامج، ونبدأ نكتب المقادير بتاعتنا، وعلى طول نبدأ بعد الحلقة نكمل الوصفة بتاعتنا او نبدأ. لو حطيت بس شوية بس عشان اعرف ان ده اساسي من طبق السلطة بتاعتنا النهاردة، اللي قلنا عليه سلطة بالتين والحمص او العدس اللي هو الاسمر. هنبص على المكرونة، اكيد الكاميرا جايبالنا شكل المكرونة في الفرن. ده اللون وده الشكل والطعم، طبعا هيكون مميز ومختلف معاكم. ده شكل الطاجن اللي احنا عملناه النهاردة. اطباقنا النهاردة خفيفة سهلة. هنبدأ بس نستعرض معاكم احنا عملنا ايه.
زي ما قلنا عملنا المكرونه، طبق المكرونه النهارده لو ان شاء الله بعد الحلقه هتبداوا تعملوه، مش محتاج وقت، وكل حاجه هتلاقوها في البيت، اللحمه هتلاقوه عندكم في البيت، والمكرونه هنجيب كيس مكرونه، وزي ما قلنا هنضيفه على النار مع ميه بتغلي 7 دقائق 8 دقائق مش اكتر من كده، بحيث ان هي ما تستهلكش زياده. وبعدين بعمل زي ما قلنا اللحمه على حبه بصل وشوحناهم على النار، وضفنا عليهم نص كوب من الجزر المتقطع صغير ونص كوب من الفاصوليا الخضراء المتقطعه ومسلوقه، ضفنا ده كله مع بعضه، ضفنا له رشه من القرفه وربع معلقه من الفلفل الاسود وشويه من الملح حوالي نص معلقه، ضفنا ده كله مع بعضه وخلطناه في الاناء، وفي الاناء الثاني او في الطاسه عملنا الصوص. والصوص من الحاجات المهمه ان انا اعمل الصوص بتركيز او يكون مركز معايا زي ما عملناه. ضفنا الصوص زي ما قلنا حوالي كوب او حبه بصل متقطعه صغيره وحوالي معلقه كبيره من الثوم المفروم معايا، ضفنا ده مع حوالي 4 معالم من زيت الزيتون او 3 معالم من زيت الزيتون، بداوا ياخد حمصوا معايا، وضفنا معاهم الصلصه. وزي ما قلنا الصلصه عملنا الصلصه بتاعتنا تكون ميكس او مختلطه مع طماطم فريش مع معجون الصلصه او صلصه البوريه، ده عشان تديني اللون المميز والمختلف اللي احنا عاملينه دايما معاكم. وخلطنا ده كله مع بعضه، وضفنا عليه في الاخر البهارات الصوص اللي احنا عملناه اللي هو الملح والفلفل ورشه البابريكا، تركناه على النار وبدا يتجانس كله مع بعضه، ورشه بسيطه من السكر عشان تعزز الطعم وتديني طعم مختلف ومميز. بعد ما عملنا كده عملنا جبنه البايركس او الطاجن على حسب انا عاوز اقدمها ازاي، وعملناه زي ما بعمل مكرونه بشاميل، بعمل بيتزا مقادير البيتزا او مقادير البشاميل زي ما هو، بس ضفنا شرايح الزيتون الاخضر اللي هو المميز في الطعم وفي الطاجن بتاعنا النهارده، وضفنا معاه جبنه الموزاريلا والبادونس، عملناه زي طبقات. وبعدين دخلناه الفرن بعد ما حطينا ضفنا عليه الجبنه الموزاريلا عشان ياخد اللون الجراتال واللون المميز والطعم المميز، تقريبا لما الحاجه ما تكون متقدمه بشكل مختلف وشكل مميز بتدي ايحاء او بتدي استعداد للمخ ان هو يبدا على طول، حتى لو هو مش عايز ياكل بيبدا يتناول الاكل لان الاكل شكله كويس. جالنا استاذنا المخرج جالنا اتصال بيسالوا على الكنافه، طب مالوش يا استاذنا الكنافه عاوزينها باي شكل او باي حشوات؟ تقريبا هنقول لهم مثلا كنافه بحشوات مختلفه، عندنا الكنافه بتبقى في كنافه بالكريمه وفي كنافه بالمكسرات وفي كنافه بحشوات كتير، احنا عملناهم تقريبا اكتر من مره، وبرضه ان شاء الله نبدا نعيدهم اكتر من مره معاكم. هنعمل الكنافه، انا اقول لهم على الكنافه حوالي كيلو من الكنافه ومعاهم 4 معالم من السمنه، هنعمل الكنافه بالكريمه او بالقشطه او بالمكسرات على حسب انا عاوز اعمله بايه، بعملها طبقات، بجيب كيلو الكنافه وببدا اضيفه في الصينيه وبضيف عليه المكسرات او الكريمه، الكريمه ممكن اجيب 2 كوبايات من الحليب بضيف عليهم 2 معلقة من النشا، يبدا يتجانسوا مع بعض على النار ويعملوا زي مهلبيه او بدن، بضيف عليهم 1/2 معلقة من السكر، بعملها دي طبقه على الطبقه اللي هي الطبقه الاولى في الكنافه، وبعدين احط طبقه من الكنافه ثانيه ورش عليها شويه من السمنه وادخلها الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن بسقيها الشربات وتكون جاهزه معايا. لو حبيت اعملها بالمكسرات على نفس الطريقه، بعمل ديسك في اسفل الصينيه، بعمل زي ديسك في الصينيه وبضيف عليه المكسرات وببدا اخلط، ولها كذا طريقه. الكنافه طبق شرقي حلويات شرقي ان شاء الله نوعدكم ان احنا نعمل لكم كنافه على الهواء، بس نعيد